المشاهدين، خلينا ارحب وحيي بنجمنا اللي مشرفنا منورنا النهارده كابتن كريم حافظ. كريم مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن شوبير، وشكرا على التقرير الجميل ده، وان شاء الله حلقه تعجب الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله. بقالك قد ايه ما جيتش مصر؟ شهر ثلاثة. شهر لا قريب يعني. تركيا جنبنا هنا، لما بيكون في يوم اجازه بنزل على طول. بتنزل وترجع؟ كمان هتكمل نص دينك قريب سمعت ان شاء الله باذن الله. هتنزل ولا بقى خلاص بقى ما هيروحوا معاك بقى؟ ان شاء الله هتسافر معايا ان شاء خلاص الله. خلاص بس اللي هتقضي شهر عسل فيه هنا في مصر. هنا في مصر. اخترت المكان وكل حاجه؟ لسه والله. يلا ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. ربنا يتمم لك بخير. كنت عايشه مع مين قبل ما تيجي؟ حبايبي. مين؟ النني وتريزيجيه. والله مين اللي عازم؟ النني اول مره يعملها. لا 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 بتهرج. النني فك الكيس؟ لا فك خلاص. لا يا راجل خلاص لعبت معاه بقى. ربنا عامل ايه؟ فول وطعميه وكده ولا؟ لا لا كان عامل اكل كويس محمر ومشمر وبتاع. ومندي بقى و... لا والله. والله قاعد في القاهره النني مش كده؟ الاثنين جمال النني وتريزيجيه، جدا محترمين جدا، اخوات يعني. حاجه جميله جدا يعني. وبعدين عصاميين يعني، حاربوا وقتلوا لحد ما ربنا ادالهم من فضل اكيد الله. طبعا اللي بيتعب كابتن شوبير ربنا بيكرمه طبعا يعني. صحيح. هم يستاهلوا كل خير والله. نعم.